السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في لاشين ليدي ياقوت. اليوم غادي نهضر لكم على واحد المنتوج روعه اللي هو كاغوتون. ديجا هضرت عليه ليدي ياقوت، شرحت لنا عليه بزاف د الحوايج، ولكن كانت التساؤلات كيفاش ممكن نستعملوه باش يعطينا احسن نتيجه. المنتوج هو هذا كاغوتون. المنتوج هذا فيه واحد الارقام اللي هي لتحت، فيه من واحد حتى يعني فيه بزاف الارقام. هذاك الارقام اللي ما كنفهموهاش ديالاش هي ديال نسبه ليدروكينون اللي كاينه في المنتوج، دونك محده قليله، يعني محد الرقم هابط، محد ليدروكينون قليل في هذاك المنتج، يعني محدنا كنطلعوا والنسبه ديال ليدروكينون كتكون يعني كثيره بواحد النسبه اللي هي كثيره. فكنصح البنات يستعملوا من واحد حتى ثلاثة، يعني قلبوا القرعه بحال هكا غير لقاو فيها واحد الرقم في الجنب، يعني يبقاو عليه من واحد حتى ثلاثة صافي، يعني ما يفوتوش ما يطلعوش الأربعة خمسة ستة الى اخره. فوالا هذا المنتوج هذا كيبيض كيقشر كينقي الوجه، يعني طوب ما نهضروش عليها، مي مع بزاف الشروط خصهم يتخادوا معاه. اولا نستعملوه ابتداء من شهر 11، ثانيا ضروري خصو يترافق بواقي شمس، هذه ضروري لي دروكينون مع الشمس راه كارثه، غادي يعطي للبشره واحد الاحتراق واحمرار وتصبغات اكثر من اللي كانت. دونك من الاحسن ملي نديرو البرودوي في الليل نغسلو وجهنا مزيان، نديرو نطبقو كيف ما شرحت لنا لي دياقوت، هذاكشي كله مزيان، غير هو الواقي ديال الشمس بالنهار ضروري، يعني كان الشمس ولا ما كانش نديرو الواقي ديال الشمس مده العلاج اللي هي غادي تكون ان شاء الله مده ديال اموا، يعني شهر ما نفوتوش في هذا البرودوي هذا. كنصح البنات اللي كانوا ما عارفينش الارقام، دابا كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، والى عجبكم لا فيديو ما تنساوش بوس فيغ كومونتير، والى فيديو ثاني ان شاء الله.